السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم. كبغيكم كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. شوف اليوم انا جيت نهضر في واحد الموضوع اللي ضرضج ليا مات على الفيديو اللي كان كنت سمعت واحد الفيديو مع واحد السيد من هنا من طنجه، من ازيل ولا من طنجه، المهم واحد السيد جوج سيمانات هو كيقول لي خصو يصور معايا. المهم وديك الشيء هذاك ديما كنكون اوكيبي، المهم صور معايا فيديو. راكم عارفين الاغلبيه الناس اللي كيتفرجوا فيه يكونوا شافوا الفيديو، بخصوص ناس طنجه كل شيء شاف هذا الفيديو. فيديو ضرضجه على واحد الكلمه كنت قلت، كان سولني بلي ان زعما توما الشمال علاش كتهضروا الطيطبين. قلت زعما حنا لهجه دي بغيت نقصد زعما اللهجه ديالنا حتى الطنجاوي، بغيت نقول له لا سولني قال لي زعما علاش كيقولوا زعما على الطنجاوي يعني كذا يعني رطب. قلت له بلي حنا الطنجاوي كانوا عاملين في رشيد لانجي، قصدت له زعما مثلا في اللهجه ديالنا زعما هكذا. ايوا الاخوان الناس فهموني غلط، وكان عصا الله كاع الناس طاجه على داك الفيديو اللي كنت عملته، يعني خلق واحد الضجه يعني فوضى. كلشي كيسف في التعاليق في الخاص، راكم عارفين الناس نتو كيهاجموني فيديوهات، راكم عارفين شنو كاين. دونك ماشي مشكل، الله يسامح، انا مسامح لكم. حتى داك الناس اللي هاجموني انا جيت نوضح انني بغيت نقصد الاخوان ان حنا طنجاوي يعني الهضره ديالنا اللهجه ديالنا هيدا، فهمتوني يعني بديك الكلمه اللي كنت قلت كامل في رشيد لانجلي. انا مالو رشيد لانجلي، الحمد لله انسان خدام على راسو الحمد لله برزقي. وراكم عارفين حنا طنجاوي معروفين علينا بالنخوه وبالجوده وبالكرم، كنرحبوا بالناس اللي كيجوا عندنا مدينه طنجه وقلبنا حنين، ويعني الحمد لله. وهذا ما كان الاخوان، وباش نوضح باش الناس ما يتقلقوش عليا يقولوا بلي انني كنطيح بهم ولا شي حاجه. انا طنجاوي الحمد لله ابا عن جد، ومن اسره محافظه، وتربيت الحمد لله في وسط اللي هو زوين، والحمد لله يعني الناس ديال طنجه كيعرفوا رشيد لانجري شكون هو. ولكن تقلقوا عليه في ديك الفيديو اللي كان زلت لسان، حنا كاملين منها كنغلطوا وكنعتذر منكم. الناس اللي فهموني غلط انني بغيت نقصد انني الهضره ديالنا هكذا، ما بغيتش نقصد الاساءه زعما مثلا شي حاجه اخرى اللي كل واحد كيش فاهمها، راكم عارفين. دونك الاعتذار من شيم رجال ومن شيم اقوياء، وهذا ما كان باش ما يبقاش من هذا واخد عليا نظره خايبه. وانا ماشي في الصالح ديالي انني نعمل عيب مع الناس وناس ما تبغينيش، الحمد لله بالعكس ماشي في صالح ديالي انا هادشي هذا كامل. اش غنستافد من العيب مع الناس؟ بالعكس ما خصني عداوه مع حد، والحمد لله انا انسان مسالم. وكتجيب انا شحال من مره شي حد كيعمل لي شي حاجه وكنسمح في حقي، والله كيسامح كاع يعني عندك ملعب. دونك ما كاين علاش الانسان يبقى يحكر بزاف ويبقى على سبه ان يكون خصو يفيني لصاق ونتعرض للهجوم كامل، وراه بزاف والله الا حشومه كاع. فعلا انا يمكن غلطت يعني ما عرفتش كيفاش نوضح، وشي لقطات اخرى في الفيديو ما نزلوش، دونك تلصق شي معاشي وبانت بحال لي انني سئت الناس مدينه طنجه. وكنعتذر منكم مره ثانيه باش تعرفوا شنو كاين، وكنتمنى ان الناس اللي تفرجوا هذا الفيديو يبارطاجيوه مع الناس ديال طنجه، يصيفطوا لهم الفيديو يعني باش يتشافلو ماكسيموم، باش الناس يفهموا شنو كاين، لانني ما قصدتش وزلت لسان. حنا ماشي ملائكه، حنا بشر كاملين كنغلطوا. وانت ولا انت اللي كتفرج فيا، انت بيدك يقدر واحد النهار تجي تقول شي كلمه في السوشيال ميديا، سواء كنتي مؤثر على موقع التواصل الاجتماعي، سواء كنتي فنان، سواء كنتي يعني كيما بغى يكون الدومين ديالك. دونك حنا كاملين بينا معرضين هادشي هذا، من حملات ناس طوموبيلك وشحال من حاجه، راه عادي حنا كنغلطوا. والله يسامح حتى ديك الناس اللي ناضوا فيديوهات كيسبوا كيشتموا، ماشي مشكل دنياني الله يسامح. انا ما نتابع حتى شي واحد، لان واخا دخلوا معايا في شي امور ماشي هي هذيك وشحال من حاجه، لكن مي جيت كنشوف فعلا انني زلت لسان، انا بدي راه غلطت. دونك صافي نبداو صحه جديده ان شاء الله. وكان وعدكم رشيد لانجي شحال من مره قلتها، ولكن هذه المره ان شاء الله غنطبق اني غنتبدل وعنبدا صحه جديده وعنقلب ست سعود ونبدل المحتوى اللي هو زوين، ماشي بحال ذاك المحتوى التافه اللي كنت كنعمل. انا كنعترف براسي انني كنت كندير تافه ونكذب عليكم ونقول لكم لا انا حر في راسي كذا، راه عادي انا كنت كندير تافه. انا كنعترف براسي انني فعلا غلطت، انا غلطت عندي نيشه، راه غلطت كنعتذر. انا ماشي من داك النوع اللي فيه كبرياء وجبروس يزيد يطغى ويزيد يخرج عينه وكذا وشحال من حاجه. القسم بالله عيطوا لي شي ناس قالوا لي هاد الناس اللي ناضوا هاجموك حنا نوقفوا معاك وكذا، نوضوا لي لوم ونهاجموهم انت يخليك. قلت لهم لا خليني منين ولاد مدينتي، بالعكس ولاد مدينتي عزاز عليا والحمد لله. طنجه ورجال، طنجه ورجال الحمد لله. ولكن ديك الكلمه اللي تقالت تقطعت في الفيديو باش تفهموا شنو كاين. كل واحد كيما تصراسو، انا كنتصراسي وانت كتكون تصراسك، وكل واحد فينا كيما تصراسو، فهمتوني.
يعني ماشي غنقولوا ديك الكلمه ديال حوته كتخان الشواري كما كيقولوا ناس اخرين. نو كل واحد كيمتصل راسو، انا كنتصل راسو كنتحمل المسؤوليه ديال داكشي اللي كنعمل انا، وانت كتمتصل راسك وهذا كيمتصل راسو واخر كتمتصل راسك، كل واحد كيمتصل راسو. وان شاء الله نبدا صفحه جديده وعقلب ست سعود وتشوف رشيد لانجي ان شاء الله في شي محتوى اللي هو مزيون ونبدل النظره ديال بزاف الناس عليا. نراسي انا بعد انا الاولاني، انا بدي كنحس براسي ما بقيتش مرتاح في هذا لو كونتوني اللي كان داير، ما كان حتى حاجه من غير دعوه ديال عباد الله والسبان في التعاليق وفي الخاص وشحال من حاجه. وخا انا الحمد لله يعني اكتسبت واحد المناعه اللي هي قويه الحمد لله، انا في السوشيال ميديا من 2017 يعني من 2017 دابا شي 6 سنين تبارك الله، وابار فيسبوك 2015 يعني قول كنهضر على الانستغرام وهادشي اللي وليت كنعمل سيرتو كونفيمون. كونفيمون اللي ديك الايام ديال اللايف فاتت وما كنتو عارفين ديك الايام ديالي اللي كنت زدت بديت كنزبلها راكم عارفين، وانا كنعترف بالغلط ديالي فعلا انا غلطت، انا غلطت كنعتذر. انا قلت لكم ماشي من داك النوع اللي كيبقى يخرج عينه او لا حقك، لا انا غلطت غلطت، انا كنعترف براسي انني زلت لسان وانتم بيتكم كتغلطوا راه كاملين بينا كنغلطوا والله كيسامع. دونك ما عنده علاش الواحد يبقى يجي ويعاتب واحد اخر وشحال من حاجه، فهمتوني راكم عارفين احنا بشر كاملين بينا كنغلطوا. الله يربي حبيب اش ماشي نقول لكم، واحد الضجه ناضت ماشي عاديه، كلشي كيهضر شي كيشبق شي كيغرب شي حاجه كتبان لي هابطه من هنا ما عرفتش شنو هي الضوء، فهمتوني انا كنهضر اذا سبونطاني ما كنقطع لا فيديو لا والو الحمد لله. هذا هو المشكل اللي كيعمل لي باش انني كنصدق في المشاكل، هو ان كنهضر سبونطاني ولكن الفيديو ديالو اللي تسجل هو عنده تقطع، فهمتيني هو ما نزلش كلشي كينزل لي واحد 40 سكوند يعني 40 ثانيه 30 ثانيه فهمتوني. دونك ما عنده علاش الانسان يبقى يجبرني السبا فيني لصاق وبقاو تهاجموني الناس طنجه وتقولوا لي صافي انا جيت بتوضيح ووضحتكم شنو كاين فهمتوني. والحمد لله ما كاينش السيبه، راه حنا في دوله القانون المؤسسات بالنسبه لديك التهديدات اللي كيجوني في الخاص حق كذا وشي فيديوهات خرجوا الناس بوجهها كتهضر يعني بحال اللي تقول لك بنادم ما عرفش العواقب ديال هادشي هذا اللي كيعمل، ولكن ماشي مشكل الدنيا يعني الله يسامع. حتى داك الناس اللي خرجوا فيديوهات راكم شوهم الدراري نادو كيهاجموني كذا كذا، داك الدراري ديال مسنانه وبني المهم نادو كيهضروا انا والله العظيم كنت ماشي نتابع داك الناس هذوك، كنت عندك لاريبيوم وكانوا يمشيو من موراهم يعني باش يتعتقلوا على داك الفيديو اللي داروا، ولكن ناس اخرين دخلوا قالوا لي بلي زعما صافي هذوك حنا نهضروا معاهم و يعني بلا ما تعمل شي حاجه ما بغيتش نوصل معاهم بعيد. وراكم عارفين الحمد لله حنا في دوله القانون المؤسسات ما كاينش السيبه ولا فهمتي ولا حنا ما نعرف في عايشين ولا عايشين في الغابه ولا عايشين في الحديقه، الحمد لله حنا عايشين في دوله القانون المؤسسات و الا عمل شي حاجه راه كيتعاقب عليها والحمد لله عمرو شي واحد ما قلل عليا الاحترام، بالعكس كنخون الزنقه الناس كيحترموني غير في التعاليق، في التعاليق انتوما كتعرفوا بنادم كيتخبع من وراء الشاشه كيبقى يهضر دونك كلشي كيغلط، انتوما كتشوفوا كلشي كيغلط ماشي انا الاولاني ولا جيتي عليا، راه كاينين الناس حرفوا القران عنكون انا اكثر من هذاك الياس الملكي اللي كان ناض مره اخرى حرف القران، انتوما شوف شنو كندير كندير كذا وهيداك وكنطلب الاعتذار والناس سمحوا له عادي فهمتوني. دونك اي واحد في السوشيال ميديا معرض لهذا الشيء هذا ماشي جات عليا غير انا ولا كذا، وانا ما قلتش حتى شي حاجه عايبه الا جيتو تشوفوا. نقدر نقول لكم الناس ما فهمونيش على الطريقه كيفاش هضرت، الناس ما فهمونيش، قلت انا الطنجاوي كاملين في رشيد لانجري والحمد لله ما هو رشيد لانجري، انا ماشي امام ديال الجامع ولا كذا، انا بشر بحالي بحالكم كنغلط، قصد زعما مثلا يعني قصص كامل في حراشي ديال لانجري يعني حنا الطنجاوي يعني باخر بغيت نقصد زعما مثلا ومهاليين في راسنا وكذا كذا يعني البرجوازيه اذا بغيت نقصد ثقوا بي هذا هو المقصود ديالي. وهذا ما كان الاخوان وكنشكركم واحد بواحد وشكرا على الناس اللي ساندوني، تحيه لرابور روفيكس تحيه لإلياس بعزة كذلك كنشكرك اخويا اخي ديالي، عم بقى نحاول نهضر بالشمال بس انا كنهضر دابا حاليا مع الطنجاوي مع طنجاوة وحتى هما الناس من المدن المجاورة، عندي الحمد لله أكثرية الناس من المدن المجاورة هما اللي متبعيني كازا مراكش حتى طنجة طنجة عندي، ولكن سبحان الله مع وليت معاشر بزاف مع لي زانفلونسور وصحابي يعني من المدن المجاورة وليت كنهضر كتجيبها كتخرج لي يعني خويا كذا راكم عارفين. شكون سنقول لكم حاجة أخرى عاوتاني
بغيت اي واحد شاف هذا الفيديو يبارطاجيه باش تصروم العامة، يعني كلشي سمعت صوت هذا اللي قلت، وراكم عارفين انا ما قصدت شي، وعادي كاملين بينا كغلطو دونك مع هذا الانسان علاش يبقى يحكر على بعضيتو ويحقد على بعضيتو ولا والو هي على كلمة. والله العظيم انا الشي هذوك اللي نوضو كيهاجموني نتحدى بعض الناس فيهم، كون يتلاقاو معايا يجلسوا معايا اي واحد الساعه ديال المكانه ولا هي يجي عندي يسلم عليا ويعرف الحقيقه ديالي انا في الواقع، راه غير ما واقع بحال داك الشيء اللي كتشوفوا في الفيديو، راه الصوره ديال السوشيال ميديا راه كتعكس، فهمتيني؟ انا في الواقع ماشي بحال السوشيال ميديا، ماشي بحال المواقع. نقدر نكون بنادم في السوشيال ميديا واخد عليا نظره خايبه ولا كيقولوا ان هذا اكس هذا كذا، راه ولكن في الواقع راه غير. انا كيعجبني غنضحك ونشط في الوجه وسيرتو الكوميديا، انا كنعمل هادشي هذا فحال الضحك فحال الكوميديا، باش تفهموني شنو بغيت نقصد لكم. انا كنعمل داك الشيء ديال راكم عارفين دا حرق، المهم ثم فاهمين شنو بغيت نقصد لكم، يعني غاد كنضحك وسالم ماشي دبصاح وداك الشيء هذاك. وكنتمنى الناس ديال مدينة طنجة اي واحد شاف الفيديو يبارطاجها. تحياني سين شقور صديق ديالي، واحد الولد راكم كتعرفوه في تيك توك والسوشيال ميديا كذلك، وطلع مراس العزاء وعيط لي وقال لي ياك لعبه شنو كاين. المهم تحيا للرابر روفيكس جاس بازا، تحيا لباج الحكومة كذلك حتى هي اتصلت بيا وقالت لي ياك لعبه شنو هاد الضجه اللي نايضة عليك في طنجة. وتحيا للجروب ديال هيركوليس، تحيا هيركوليس، تحيا اتحاد طنجة، هادي واحد التحية خاصة اتحاد طنجة، تحياتي ليكم، انا اخوكم وحبيبكم وتحياتي ليكم، كنحماق عليكم واحد بواحد. تحية هيركوليس، تحية اتحاد طنجة، ومهم ما تقلقوش مني. شكون غنقول لكم البال ديالي مروق قسما بالله، كنبقى نتقروط في الهضره حيت كنهضر معكم وكيجوني شي حوايج اخرين البال حتى كنسها. الناس ديال اتحاد طنجة ما تقلقوش مني، انا اخوكم وحبيبكم، و ما تديوش على الهضره ديال الناس، الناس اخرين اللي كيهاجموكم كيقولوا لكم اكذا، ها يعني ها المثل ديالكم شكون هو ناض هضر ها هو كذا وفضحكم، هذيك الهضره خاويه معنا ما نعملوا بها. حنا الحمد لله طنجه ورجال ونخوه وجوده والكرم، والله ما كاين بحال الناس ديال طنجه قسما بالله اللي كنهضر معكم بصح. حنا طنجه معروف علينا بالجوده والكرم، حنا كاملين بينا كنبقاو مغاربه عباد الله، راه ما كاينش فرق ما بين هذا شمالي هذا داخلي هذا امازيغي هذا صحراوي هذا دكالي، راه كاملين بينا كنبقاو مغاربه من طنجه تنكويره. تحياتي الرجال، كنحماق عليكم واحد بواحد، نتمنى انني ما كنتش ثقيل على قلبكم، ودعوا معايا نتبدل ان شاء الله الافضل، وكنوعدكم ان رشيد لانجي ان شاء الله في المستقبل غيكون احسن من دابا، وغنتبدل وما تبقوش تجبدوا لي الماضي عباد الله، صافي ما تشوفوا شي حد تبدل من بعد. الله يجازيكم بخير، ما تبقوش تقولوا لي كذا ولا تنزلوا داك الفيديوهات ديالي قدام كذا، مو انا نحاول انني نمسح داك الشيء القديم اللي كان عندي، ولكن دونك من دابا فوق لا يحاسبني شي واحد، ما عندش حق ان شي حد يحاسبني، الله اللي كيحاسب فوق منا كاملين، ولكن نتمنى ان حتى شي واحد من دابا فوق ما يزيد يكبر في الموضوع، صافي نطفيو هذا الشيء ومريضنا ما عنده. بس تحياتي لكم كاملين، كنحماق لكم، جو فوزيم تخي تخي فوق، تحياتي ناس طنجة، صلوا لي فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله، ولا بث مباشر اخر ان شاء الله، صلوا لي فراسكم، تحياتي.